كما تعلمون، حزب الاستقلال سيعقد دورته المجلس الوطني. هذه الدورة تأتي في ظرف خاص اللي عرفت بلادنا واحد تحول مهم في مجالات متعددة. تحول بالنسبة للقضية الوطنية بعد اعتراف الولايات المتحدة بمغرب الصحراء، وبعد كذلك القرار الأخير ديال مجلس الأمن الذي يجعل الحكم الذاتي كأرضية أساسية لأي تفاوض مستقبلي، ولأكد جلالة الملك محمد السادس عياده الله في خطاب المسيرة الخضراء أن قضية الصحراء ومغربية الصحراء ليست للتفاوض. قاع تحول كذلك على الصعيد السياسي مع التناوب الديمقراطي اللي حصل يوم 8 شتنبر، واللي جعل أن اليوم عندنا حكومة جديدة بأغلبية جديدة التي تمت تطويرها، وفي إطار واحد انطلاقا واحد البرنامج حكومي اللي خدا بعين الاعتبار البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، ومن بينها بالطبع حزب الاستقلال اللي هو من المكونات الأساسية لهذه الأغلبية الحكومية، واللي تجعل أن خدمة المواطنات والمواطنين وإخراج مليون أسرة من الفقر وتوسيع الطبقة المتوسطة والحفاظ عليها، وكذلك تقليص الفوارق الاجتماعية من خلال التضامن، ومن خلال كذلك تحسين ظروف عيش الساكنة، وتقليص كذلك الفوارق المجالية من أولويات هذه الحكومة. وانطلقنا في تفعيل ذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، ولو أن هذا المشروع القانون فهو مشروع قانون انتقالي لأن تم إعداده في ظرف وجيز، وإن شاء الله بالنسبة للتدابير التي تم إدراجها في المشروع في البرنامج الحكومي فهو سيتم تنفيذه أكثر في المشاريع القوانين المالية الآتية. النقطة الثالثة التي ينبغي التحدث عنها وهو التحول الذي وقع كذلك بالنسبة لحزب الاستقلال. حزب الاستقلال كما تعلمون عرف واحد التطور مهم، لا من حيث الحضور السياسي في المشهد السياسي اللي جعل أن الحزب عرف واحد مضاعفة عدد النواب البرلمانيين، وكذلك مضاعفة عدد رؤساء الجهات، وكذلك حضور قوي في الرأي العام الوطني والتجاوب مع مشروعنا المجتمعي الهادف إلى تطبيق التعادلية الاقتصادية والاجتماعية. ونحن كحزب الذي هو داخل الأغلبية الحكومية سنبقى بالطبع نحترم ما هو مرتبط في الميثاق الأغلبية الذي سيتم التوقيع عليه إن شاء الله في الأسابيع المقبلة، وانطلاقا من البرنامج الحكومي الذي تم التوافق عليه. وهذا سيجعلنا أولا في إطار هذا التضامن، ولكن في نفس الوقت كذلك سنعمل ماله جاهدين من أجل الدفاع عن قضايا المواطنات والمواطنين طبقا للمبادئ حزب الاستقلال، طبقا للمرجعية التعادلية الاقتصادية، طبقا كذلك للأهداف التي سطرناها في البرنامج الانتخابي والبرنامج الحكومي. ونحن كذلك من أجل تطوير أداء الحزب مستقبلا فسنهيئ للمؤتمر 18 إن شاء الله الذي سينعقد إن شاء الله في الشهور الأولى من السنة المقبلة، وستكون فرصة لكي نطور تنظيم الحزب وأن نطور كذلك مرجعيتنا وأكثر من ذلك كذلك برامجنا من أجل أن نكون في مستوى التطلعات المواطنات والمواطنين وتطلعات المناضلات والمناضلين. وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا على الاهتمام بالدورة ديال المجلس الوطني العادية. هذه الدورة هذيك طبعا كتتم في واحد الظروف خاصة، ظروف مهمة بالنسبة للحزب وبالنسبة للبلاد بصفة عامة، لأنها كتتم فبعد خروجنا من الاستحقاقات الانتخابية اللي الحزب سجل واحد الحضور مهم في صدارة المشهد السياسي في بلادنا، والبلاد حققت أيضا واحد الانتصار مهم باعتبار على أنها بشهادة الجميع على أن الانتخابات كانت نزيهة وكانت يعني منعطف جديد مهم لتكريس التجربة الديمقراطية لبلادنا.
والحزب يعتبر في هذه الحالة على أنه للمشاركة في الحكومة الحالية التي تشكلت في زمن قياسي بالنسبة للحكومة السابقة، فيعتبر على أنه في إطار هذا العمل الحكومي سيكون إن شاء الله مجالا لتحقيق العديد من الانتظارات المواطنين، باعتبار على أن هذه الحكومة منسجمة ومتضامنة وتسعى إلى تحقيق الطموحات التي يسعى لها الشعب المغربي بجميعه، والتوجيهات الملكية السامية التي أبان عنها في أكثر من خطاب من أجل أن تمر بلادنا من هذه المرحلة التي يعيش العالم كله فيها تداعيات كورونا والموجة الجديدة التي شغلت العالم. ونعتبر على أن بلادنا كانت سباقة في مواجهة هذا التحدي وهذا الوباء، باعتبار على أن المبادرة الملكية بإنشاء صندوق خاص بمواجهة كورونا، نعتبر على أن بلادنا حصنت نفسها من العديد من الإشكالات التي كانت مطروحة والتي عانت منها العديد من الدول الأخرى. نعتبر على أن الاستحقاقات المقبلة إن شاء الله لا التنظيمية ولا الوطنية ستكون في مستوى التحديات التي تشهدها بلادنا وتشهدها المنطقة المغاربية والإفريقية بصفة عامة. حزب الاستقلال في هذه المناسبة يعتبر نفسه مطالب بالمزيد من التعبئة وبالمزيد من الوقوف في صف واحد مع التوجهات الرسمية لأجل تحصين مكتسبات بلادنا ومواجهة من يترصد بنا بأي جهة كانت. وبالتالي نعتبر على أن هذه الدورة للمجلس الوطني كانت ستكون دورة مهمة باعتبار ما سيتخذ عنها وما يشعر به جميع المناضلين الاستقلاليين من ضرورة التعبئة لخدمة الوطن وتعزيز صفوف الحزب في المرحلة المقبلة إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.